بمشاركة 50 متطوعا فريق قصة نجاح يرمي منازل الفقراء في الرياض. نحب نرحب بضيوفنا الأستاذ عبد المجيد الدسيماني المسؤول الإعلامي لفريق قصة نجاح. أهلا بك. أهلا فيك. ومعنا كمان لمياء القثمي قائدة مبادرة قصة نجاح. أهلا يا لمياء. أهلا، نورتونا لمياء وعبد المجيد. نور نوركم، الله يعطيك العافية على الاستضافة. برنامج جميل صراحة، بصراحة من جدا معجبين برنامج سيدتي. الله يخليك، سهلا فيك، شرفت ونورت. احنا فعلا معجبين فيكم وفي مبادرتكم الرائعة، الأكثر من رائعة، أنكم فكرتوا في أشخاص يعني فعلا ممكن أي أحد يقول أنا مالي شغل مثلا أو خلص شيء ما يخصني، بس الانتماء الاجتماعي اللي أنتم سويتوه وفكرتوا فيه هذا جدا رائع. فعشان كده أبغى أسألكم لمياء وعبد المجيد بالذات، فريق قصة نجاح من أنتم؟ عرفنا عنكم. حلو، طيب في البداية فريق قصة نجاح هو فريق تطوعي سعودي يضم شباب وبنات من مختلف الأعمار. فريقنا يقدم كثير من المبادرات، سواء مبادرات خيرية، مبادرات تطوعية، الكثير. طبعا المبادرات تتم بتعيين أي شخص من الفريق، وعن فريقنا احنا مجموعة يتألف من أكثر من 100 عضو، والمجال فيه مفتوح، اللي عنده فكرة شيء يطرح الفكرة. إدارة الفريق 7 أشخاص يشوفون الفكرة، يدرسونها، يوفروا لها الإمكانيات سواء المادية، الإعلامية، العلاقات العامة، وخلاص يعطونا المسؤولية الكاملة عن البدء في المبادرة وهم اللي يشرفون عليها. ففريق تطوعي يقدم كثير من المبادرات الخيرية والتطوعية. حلو، يعني أنتوا حوالي 100 شخص كلكم؟ تقريبا 100 شخص، والمجال مفتوح اللي حاب ينضم. كلكم متطوعين؟ كلنا متطوعين. ومتى بدأتوا؟ طبعا بدأ الفريق من أكثر من سنتين. بدينا في مبادرات بسيطة زي زيارات المستشفيات، تقديم الأغراض البسيطة الناس في الأعياد، تقديم العيديات في العوائل الفقيرة، يعني كانت مبادرات خيرية بسيطة. لكن الحمد لله مع الوقت كسبنا خبرة أكثر، كسبنا جمهور أكثر، كسبنا إمكانيات أكثر، والحمد لله يعني الآن فريقنا صار يعني من الفرق التطوعية يعني المعروفة في المملكة. حلو، طيب لمياء خليني أسألك، إيش المبادرات الخيرية الثانية أتكلم عليها، بس إيش الثانية اللي عندكم اللي ممكن تقدموها أنتم كسيدات في المجتمع؟ في كثير مبادرات عندنا دحين. مبادرة نور، هذه مبادرة تعليمية في المستشفيات للأطفال المرضى اللي ما يقدروا يروحوا المدارس. في عندك مبادرة تمكين، هذه قيد الإنشاء إن شاء الله. غير عن مبادرة عمارة، طبعا مبادرة عمارة يعني كان التركيز كله عليها لأن تحتاج وقت وجهد وتحتاج طاقات يعني متطوعين أكثر. طب كلمينا عن هريم، يعني كلمينا كيف جتكم الفكرة أنه أنتوا ترمموا منازل الفقراء في الرياض، يعني كيف أنتوا كبنات ساعدتوا وكيف كان تعاونكم أنتوا كسيدات سعوديات؟ هو البداية نحن جتنا الفكرة في رمضان، كنا حابين نسوي مبادرة تعتبر جديدة نوعا ما. غير عن كذا نبغاها تكون طويلة المدى، يعني فائدتها تكون طويلة المدى. صحيح، فكرنا في سلال رمضانية وغيرها، بس هذه دائما يعني تسوى كثير في الفرق الطوعية الباقية. ففكرنا انه نرمم بيوت اشياء بسيطة. قلنا احنا كبنات ممكن نقدر نضرب بوية مثلا، نقدر نأثث البيت، نحط الأسرة، نرتب المطبخ وغيره. وتحمس الفريق الله يديهم العافية، وحبينا نكبرها ونخليها ترميم، مو بس أشياء بسيطة، أنه نرمم مثلا في بيوت تحتاج على حسب البيت، في بيوت تحتاج تبليط كامل، كانت تحتاج في أسقف، في بيوت كثير بدون سقف، يعني كانوا متخيلين عايشين كيف حر وبرد بدون سقف، بدون سقف بدون سقف بدون أي شيء، والبلاط كله يعني أرضية الشارع. بس كذا، وين احنا كبنات قدرنا نساعدهم. حلو، قلت لك في ضرب البوايه وغيره. طيب عبد المجيد كلمنا عن لما تجوا ترمموا البيت، الخامات اللي تجيبوها طبعا اسمنت وطوب واشياء مره كثير، هذه تتطوعوا فيها يعني انتم من جيبكم الخاص ولا في احد بيديكم هي يعني؟ حلو، طيب بالنسبه لمبادره عماره، بالنسبه للدعم المالي كان الدعم في البدايه من احفاد الامير تركي بن عبد العزيز الله يعطيهم العافيه. هم اللي دعمونا في البدايه كدعم قوي. الحمد لله بعدين بعد ما ان صرنا نشتغل، ناس كثير تحمست معانا، ناس صارت كثير تساعدنا الله يعطيهم العافيه جميعا. حنا نوفر الادوات والاغراض بناء على احتياج المنزل. حنا متعاونين زي ما ذكرت لك مع مركز التنميه بحي الفيصليه. هم اللي يعطونا قوائم بالبيوت المحتاجه. حلو، خلاص اعطونا هذه مثلا 12 بيت، هذه البيت محتاج كذا كذا. بعد ما ناخذ القائمه ننزل حنا بنفسنا نتاكد فعلا هل هذا الاحتياج صحيح او لا. غير كذا نتاكد هل نقدر حنا نوفره او لا. خلاص هذا البيت احتياجه دهان، باب، في بيوت ما عندها
درايش سقف زي ما قالت لنا. في بيوت تخيلي ما هو بيت، سور، وحتى ما في سقف يعني، بالصيف الشمس تضربهم بس السور جالسين. ايه اول مره رحنا فيها الحي كان في رمضان، كان ليله رمضان. ايوه وقد ما سمعنا انه الحي هذا مثلا حي فقير وذو دخل محدود، بس من جد لما تشوفي الشيء بعينك غير لما تسمعينه. اول ما رحنا يعني جدا كان صدمه، الشوارع حقهم تحسي انك انت خارج الرياض، الشوارع غير، البيوت كلها مفتوحه. طبعا احنا كمان لمي عن مقاطعه قاعدين نعرض الان صور للمنازل التي تم ترميمها مشاهدينا من قبل فريق المتطوعين، لو حابين تعلقوا على هذه المنازل كمان. هذا قبل ولا بعد هذا؟ قبل اكيد. لا هذا قبل. هذا قبل صحيح، هذه جوه بيت السور او هذا السور، هذا بيت جنى الناس تقريبا. هذا قبل، هذا قبل، كلها قبل. شوفي كيف الفوضى يعني، يعني مساكين انه حتى الاشياء البسيطه يعني. هذا المتطوعين وقت الشغل، هذا البيوت اللي بس غيرنا اللي يعني كان بس مكيفات وضربنا فيها بوايه، ما كان يحتاج تغيير جذري يعني. ما شاء الله يديكم العافيه. بس انتم من فين جبتوا الخبره حقت انكم تعرفوا تضربوا بويه، تسووا كهرباء، هذه الاشياء من فين جبتوها يعني؟ كيف تعلمتوها؟ ضرب البويه صراحه تعلمنا كذا، تعلمتوه انتم يعني بتسووه شكله. ايوه. طب رمي لمي كمان جاوبين على السؤال حق ريم، هذا لازم نعرف انه القصص المؤثر، اكثر قصه اثرت فيك انت كسيده يعني؟ صراحه هو كان ثالث بيت انا نزلت فيه وصوروه الشباب بعد ما خلصوا. الحرمة تقول انا ما كنت اتخيل ولا احلم انه يجيني زي كذا مكيف، سرير، مطبخ. كان بيتهم بدون اي شيء، لا سقف، كان الحيوانات عايشه معاها في بط وماعز، ما في باب، كان عباره عن زي فرشه كنا مغطيها برا بس. فمره كانت رده فعل العجوزه يعني صراحة، والدعاوى اللي قاعدة تدعيها، وخصوصا برضو الأطفال يعني تعرفي اللي فرحانين إنه دحين عندي سرير جديد طبعا، وتطلع فوق وتنطنط، فيعني كان جدا شعور. سعوديين هم يا رمية؟ والله أغلبهم سعوديين، في أغلبهم سعوديين. بس أنتم ساعدتوا من سعوديين وغير سعوديين؟ أيوه كله. إحنا جميل يعني، ما صرتوا مثلا عنصريين في هذا الجانب؟ اكيد العمل الانساني كثير، حتى ما عندهم هويات برضه ساعدناهم. ما يهمكم انتم، اهم شيء العمل الانساني، اهم شيء انكم تقدموا لهم وتساعدوهم. طب عبد المجيد انا حابه اسالك عن الصعوبات والتحديات اللي واجهتكم، يعني انت كالمسؤول الاعلامي للفريق هذا، لهذا الفريق الرائع الاكثر من رائع، ايش هي اكثر الصعوبات اللي واجهتكم؟ والله بصراحه يعني في صعوبات كثير يعني واجهتنا من بدايه العمل. في بعد ما بدينا العمل ناس كثير كثير جدا تواصل معنا، اللي وده يتبرع بسجادة، اللي وده يتبرع بمكيف بسيط، لكن للأسف للآن حنا فريقنا ما عندنا مستودع، فكثير من هذه الطلبات نرفضها. لأن فوق الشهرين نحاول مع الشركات الخيرية والمؤسسات الراعية يوفرون لنا يعني مستودع أو شيء، يوفرون مكان نخلي فيه هذه الأغراض، بحيث أن نقدر نوصلها للعوائل الفقيرة بحكم خبرتنا ومبادرتنا اللي صار يعني فيه عندنا معلومات عن أماكن البيوت الفقيرة وعن المحتاجين. فأكثر شيء واجهنا صراحة مشكلة رفض الأغراض بسبب عدم توفير مستودع. طب من ممكن يساعدكم هنا إنه يوفر لكم مستودع؟ يعني تسوي نداء لمين إنه ممكن يتبرع بمستودع عشان تقدروا تجمعوا فيه الأغراض للأسر المحتاجة؟ والله في جمعيات خيرية كثير، نتمنى يعني أي جمعية عندها القدرة أو عندها مستودعات موجودة أن توفر لنا ولو جزء من مستودع المؤسسات الخيرية أو حتى ممكن الشركات الكبيرة. يعني هذا الشيء على بساطته لكن بيغير حياة ناس كثير، وبرضه ما يكلف، لأن الناس بتعطينا من فائضها. يعني اللي بيعطيك سجادة وهذا ما هو محتاجة، وفي ناس يعني جدا بحاجة ذا الشيء، حيشوفوها طبعا حاجة كبيرة وحاجة. فهذا الشيء يعني لو قدرنا بإذن الله أن نوفره بيكون يعني نقلة نوعية للمبادرة، وبيغير حياة ناس كثير بإذن الله. إعلاميا أنتم متواجدين على السوشيال ميديا، لكم نشاطات يعني عشان يوصلوا لكم ناس المتبرعين او توصلوا للحالات، متواجدين مثلا في تويتر، في الفيسبوك ولا لا؟ في فريقنا اكثر يعني وسيله تواصل معتمده اللي هو فريق حسابنا على تويتر اللي هو @ss_team. طبعا معروض دحين مشاهدينا على الشاشه الاكونت على تويتر اللي حابب يساعد او يشارك. حلو، تفضل عبد المجيد. هذه وسيلة التواصل المعتمدة، وبرضه في عندنا حساباتنا على سناب، على انستغرام. جميل، هذه وسائل التواصل موجودة، للآن ما عندنا رقم يعني. نعم. عبد المجيد الدسيماني ولميا القثمي يعني شاكرين ومقدرين، يعطيكم ألف عافية. الله يعافيك. وأنت كسيدة يعني معلش احنا نركز على الجانب النسائي، معلش يعني أنا جدا شاكرة ومتفائلة فيكي، إن شاء الله من تطور إلى تطور ومن كلكم صراحة جميعا يعني العمل يعني فعلا العمل الإنساني شيء جدا رائع، مبسوطة منكم مرة. واستمروا، أهم شيء أنكم تستمروا، وإن شاء الله كمان مو بس في الرياض، تطلعوا كمان لكل أنحاء المملكة بإذن الله. يعني أول ما بدأ
المبادره كانوا يقولوا انت كبنت ايش ممكن تسوين؟ قلت لهم حتشوفوا احنا نقدر نسوي بالضبط. وقدرنا المرأة السعودية اليوم كل شيء تسوي. مؤسسة المبادرة هي لمية والاكثر الشغل بصراحة على البنات في الميدان. اكيد احنا خلصنا غرف كاملة. ما شاء الله، اكيد ما شاء الله، يديكم العافية. مشاهدينا احنا فاصل وراجعين.